سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وباحسن الاحوال. مرحبا بكم معايا على قناتنا لميس بانز. اليوم جيتكم بوصفه جديده ان شاء الله تعجبكم، واذا عجبتكم خليوا لي جيم وكومونتير وتابعوا معايا الفيديو للاخير. بالنسبه للوصفه تاع نهار اليوم، راح نشارك معاكم فطائر سائله في المقلاه، اسهل منها ما كانش. ان شاء الله تجربوهم وتبعتوا لي في الانستغرام اللي راح نخليه لكم في التعليق المثبت. لهنا البنات، في مقلات حطيت زوز مغارف كبار زيت، ونزيد عليهم بصلة صغيرة تكون مقطعة رقيق، ونزيد عليهم الفلفل الحار. نخليهم حتى يتقلاو ويحمر لنا هذاك البصل مليح، باسكو كي يحمر راح يعطينا البنة اكثر، ونكملوا به باقي المقاطع. حبيباتي، لهنا زدت حطيت نص مغرف صغيرة تاع راس الحانوت، ونص مغرف صغيرة تاع الملح. نخليهم يتقلاو مليح حتى يدبل لنا البصل. زينات المقادير تاع الفطائر، يعني مقادير اقتصادية ومضبوطة. بالنسبة لهذه الكمية شحال خرجت لي من حبة؟ خرجت لي 10. وانتم على حساب المقلاة تاعكم، اذا كانت صغيرة راح تخرج لكم اكثر. نتمنى ان شاء الله كامل المشتركات الوفيات تجربوها. لهنا حطيت كاس حليب بارد نورمال، وزدت عليه الكاس تاع الماء، نخلطها مليح بالفوي، ونكمل نص الكاس الثاني تاع الماء، نخلطوهم مليح مليح، ومن بعدها نضيفوا الفارينة يعني تدريجيا. حبوباتي، زدت حطيت مغرف صغيرة تاع السكر، ونص مغرف صغيرة تاع الملح، ونزيد عليهم زوز مغارف كبار تاع الزيت. بالنسبة للكاس تاع الحليب، يعني تقدروا تستغنوا عليه وتعوضوه بالكاس تاع الماء. ولهنا حبوباتي، حطيت الخليط على الجهة، ورحت نكمل ندرب البيض. البيض نزيد عليه البصلة اللي كنا حمرناها في الزيت مع الفلفل، ونزيد عليهم الباطا ونص تاع الطون، ونزيد عليهم مغرف صغيرة تاع الهريسة، والزيتون يكون مقطع رقيق، معدنوس تاني، ونكمل خلطها مليح باش نضيفه مع باقي المكونات. حبوباتي، بعد ما دربنا لو ميلونج مليح بالفوي، نزيدو عليه لو ميلونج الثاني تاع البيض والطون، ونخلطوهم مليح. ولهنا انا زدت ضفت فرماج بورسيون، انتما اذا ما عندكمش يعني ماشي لازم. نخلطوهم مليح، ومن بعد نحطو الفرينة. زينات، انا هنا ضفت الكاس الاول تاع الفرينة، ونزيد عليهم الليفور ما تنسوهاش، يعني اللي هي نص مغرف صغيرة. البنات، هنايا ما بين كاس وكاس تاع الفرينة لازم عليكم تخلطوهم مليح باه يجيكم لو ميلونج ليس، وما ديرلكمش هذيك التكتل. زينات، انا هنا كنت تهنت المقلة اللي راح نطيب فيها بالزيت، وانتم يعني تقدروا ديروا الزبدة ولا زيت كيما حبيتوا. لازم عليكم المقلاة ما تكونش تلصق. شوفوا كيفاش فرغت لو ميلونج هذاك، وزعتو على كامل المقلة. شوف، لازم توزعوه كامل. شوفوا كي تبدا هذوك الجوانب كي يطيروا وحدهم، معناتها العجينه تاعكم تقدروا تقلبوها. حبيباتي، هنايا ما تخافوهاش، راح تقدروا تقلبوها فاسيلمون، يعني صدقوني ماشي حاجه لي صعيبه فريمون. في اقل من 10 دقائق وانتي وجدتي فطور ولا عشاء يعني باسهل المكونات، سورتو طوال من النساء العاملات تاني، يعني وجبة في وقت قصير راح تكوني وجدتيها. انا هنا حطيت صوص الجيريان، راح نزيد عليهم لي فخيت، وانا استعملت فرماج شيدار، وانتوما استعملوا واش حبيتوا. هنا انا هنا كترت شويه، وانتوما يعني ما تعملوهاش بزاف باش ما تخرج لكمش.
على لي كوتي. حبوباتي تبعوا غير الطريقه وان شاء الله راح تخرج معاكم وتنجح لكم. شوفوا كيفاش قلبتها على وجهها الثاني بعد نحمروها. انا طيبتها كروستيونت، اللي ما يحبهاش كروستيونت يعني ما يطيبهاش بالبزاف، ولازم عليكم تدهنوه بالزيت ولا الزبده باش يحمر لكم الوجه نتاعها. وضروري ضروري البنات المقله تاعكم تحطوها يعني على نار قليله، ما تقويوش بزاف باش ما تتحرق لكمش. طيب ماشي معجنه يعني كي طيب تخلوها على غرده راح تطيب لكم ولا اروع. شوفوا معايا الزينه التحميره اللي خداتها، الله الله، شوفوا كيفاش، شاهدكم في الجنه ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله كامل المشتركات الوفيات تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. نتلاقاو في وصفات وروتينات اخرى احسن واجمل. ما تنساوش تخليولي لايك وكومونتير، نحبكم ونموت عليكم.